السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أهلا بكل اللي بيشوفوني وصباح الخير عليكم جميعا اللي بيشوفني بالنهار الصبح يقول صباح الخير عليكم واللي بيشوفني بالليل مساء العسل عليكم دلوقتي أنا بإذن الله طلب مني فيديو مجمع لكل حاجة أنا عملتها لرمضان السنة دي من فوانيس من زينة من ديكورات ان شاء الله هعرض لكم بقى كل حاجه بالنسبه للفانوسين دول انا عملتهم من ورق الكتب القديمه فانوسين حاجه كده لطيفه قوي وسهلين جدا جدا وعجب كتير جدا منكم عملت نفس الفانوس السابق لكن بالورق الملون برضو طلع تحفة خطير برضو عجب كتير جدا منكم وده شيء فرحني قوي ولقيت عليكم كومنتات حلوة قوي بإذن الله أنا هسيب لكم كل اللينكات الفوانيس والحاجات دي في صندوق الوصف بالترتيب كده وهسيب لكم برضو اللينكات برضو في أول تعليق مثبت بإذن الله من حاجات بنرميها ممكن نعمل منها ديكورات وحاجات حلوة قوي وكمان اهم حاجة ننمي مهارات الاطفال الفوانيس الكيوت الصغنانة دي انا عاملاها من كرتونة البيض ممكن بقى تعمليها وتزينيها بلون واحد او بالوان كتيرة كده زي ما انا عاملاها زي ما تحبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عملنا برضو الفانوس الحلو قوي ده ده عملناه من ورق اللوح طبعا ورق اللوح متاح ومتوفر وسعره رخيص قوي جدا جدا ممكن نعمل منه أحجام كتير فانوس طالع شكله يعني لطيف وكيوت جدا حلو قوي قوي اللي بيحبوا بقى الفوانيس الكبيرة جدا عملت الفانوس ده من الورق الملون طبعا الفانوس ده حجمه كبير وسهل جدا وبسيط ومش مكلف برضه ممكن تعمليه من الورق الملون زي ما انا عملاه كده ممكن تعمليه من ورق الكتب القديمة برضو من ورق الجرايد ورق المجلات هيطلع تحفة معاكي طبعا الديكور اللطيف ده عملته من الازايز البلاستيك اللي هي ازايز الميه وازايز البيبسي ممكن نستغلها ونعمل بها ديكورات حلوه جدا دي من احلى الديكورات اللي عجبت كتير جدا من الاطفال والولاد الواحد بصراحه ضعيف قدام الاطفال وكمان الفانوس اللطيف ده سهله قوي وشكل جديد يعني فكره جديده وشكل جديد عجب كتير جدا منكم آه بصراحة يعني جالي عليه كومنتات حلوة قوي من حاجات كتير ممكن بنرميها ممكن نستغلها ونعمل بها ديكورات حلوة كتير جدا وكمان بتنمي مهاراتنا يعني للأطفال بتنمي مهارات الأطفال حلوة عملنا برضو مع بعض أفكار كتير من الزينة من الورق الملون افكار حلوه قوي قوي وكلها افكار سهله طبعا ممكن تعمليها من الورق الملون وممكن تعمليها من ورق الكتب برضو عادي الوحدات اللي بالورق الفوم عملناها مع بعض عملت الوحدات دي من ورق الفوم شكلها حلو جدا زينة لرمضان رائعة وشكلها خطير تحطيها بقى في البلكونة او في الصالة او في اوضه النوم حلوة جدا ورق الفوم بصراحة ال... بيبقى شكله حلو جدا عملنا منه ده اول فانوس عملناه من ورق الفوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ورق الفوم بصراحه الواناته كلها حلوه جدا ممكن نعمل منها ديكورات وفوانيس الفانوس ده طبعا الوانه رهيبه عجبني جدا وعجب كمان ناس كتير لو تلاحظوا تدرج الالوان اللون التركواز مع الاورنج رهيب برده لازم نستغل ورق الكرتون في عمل فانوس او ديكور الفانوس ده او الديكور ده عملناه من ورق الكرتون وسهل جدا وبسيط ويعني في ثواني ممكن تعمليه من احلى الحاجات اللي احنا عملناها برضو في زينة رمضان عملنا التابلوه الحلو ده بصراحة ألواناته طلعت حلوة قوي وجميل من ورق الفوم برضو عملنا ديكور حلو جدا لزينة رمضان جميل جدا جدا عملنا برضو الفكرة الجميلة دي برضو للمصحف حاجة كده حلوة قوي من ورق الملون او ممكن تعمليها من ورق اللوح برضو عملنا الديكور الجميل ده او الزينة اللطيفة دي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عملنا الفانوس ده برضو مع بعض من ورق الكتب القديمة بصراحة احنا عملنا من ورق الكتب القديمة حاجات كتيرة جدا جدا وعجبتكم الحمد لله اكيد برضو الفانوس ده عجب الجميع بصراحة يعني شكله رهيب وسهل وبسيط ويعني ما كلفناش حاجة لاننا عاملينه من ورق الكتب القديمة هي بالصدفة الكتاب طلع ملون بس في النهاية الشكل بصراحة رهيب ومن ورق الكتب القديمة عملنا برضو الديكور او الفانوس اللطيف ده جميل جدا عاوزاكم بقى تكتبولي في الكومنت ان شاء الله تكتبولي احلى حاجة عجبتكم وايه الحاجات اللي انتوا جربتوها وطلعت معاكم جميلة وان شاء الله هنعمل مع بعض حاجات كتيرة وقعات تدوير كتيرة من حاجات ممكن بنرميها هنطلع منها ديكور حلو كده زي ما انتم شايفين الحاجات دي كلها جماعة انا عاملاها من ورق الكتب القديمة اخر ديكور برضو انا عملته عملت الديكور ده من ورق الكتب القديمة وبالصدفة برضو طلع الكتاب ملون يا رب كل حاجة قدمتها في الفترة دي لزينة رمضان وحاجة رمضان تكون عجبتكم طبعا هنعمل مع بعض حاجات كتير اكتر واكتر اكتبولي بقى رأيكم في التعليقات ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملولي لايك ولو اول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد وبإذن الله هسيب لكم كل لينكات الحاجات دي في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت باذن الله وفي الختام بقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رمضان كريم